الصف التاسع الأساسي، كتاب الجغرافيا، الوحدة التعليمية الأولى الفلك، الدرس الثاني بعنوان رحلة الأرض 1. تقدمت مبادرة ضوء بصوت روزانا الطرزي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 18 حتى 23. السماء تدور من حولنا. في بعض الليالي قد نرى بعض كواكب مجموعتنا الشمسية على استقامة واحدة بسبب اختلاف سرعة دورانها مع كواكبنا في مداراتها حول الشمس نتيجة حركة الأرض المحورية والانتقالية. ليس كل ما نراه حقيقياً، فكل المجموعات النجمية تغير موقعها للناظر إليها من سطح الأرض، وذلك بسبب دوران الأرض حول محورها. لكن سكان النصف الشمالي يظهر لديهم نجم ثابت اعتمدوا عليه في رحلاتهم البحرية وأسفارهم، وهو نجم القطب الذي يدل على جهة الشمال، ويعود ذلك إلى موقعه فوق محور دوران الأرض. أولاً، حركة الأرض المحورية. ما هي نتائج حركة الأرض المحورية؟ 1. تعاقب الليل والنهار في مختلف بقاع الأرض. 2. اختلاف التوقيت الزمني. 3. انحراف في حركة الأجسام على سطح الأرض، مثل انحراف التيارات الهوائية والتيارات المائية. 4. تفلطح الأرض. جزيرتا الغد والأمس. خط التاريخ الدولي هو خط وهمي، منه يبدأ اليوم وإليه ينتهي، ويمر على خط طول 180 درجة مع تعرج ناحية اليمين أو اليسار، ويتحتم على المسافر الذي يعبر هذا الخط باتجاه الشرق تعديل التاريخ بأن ينقص يوماً واحداً، أما الذي يعبره غرباً فعليه أن يضيف يوماً. انطلق إيفان بقاربه من جزيرة ديوموت الكبرى التابعة لروسيا نهار يوم الاثنين الموافق في 12/1/2019 ميلادي لزيارة صديقه مايك الذي يقطن في جزيرة ديوموت الصغرى التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. قطع إيفان مسافة بضعة كيلومترات برحلة لم تستغرق إلا دقائق معدودة، فوصل يوم الأحد الموافق في 11/1/2019 ميلادي. لماذا يا ترى؟ لأنه على المسافر الذي يعبر خط غرينتش باتجاه الشرق أن ينقص يوما واحد، والذي يعبره غربا يضيف يوما واحد. وجزيرة ديوموت الكبرى هي غربي غرينتش، وديوموت الصغرى هي شرقي غرينتش. وخط التاريخ الدولي وخط غرينتش هما نفس الأمر. اختلاف التوقيت والحزم الساعية. تشرق الشمس على الأجزاء الشرقية من الأرض قبل الأجزاء الغربية، وبناء على ذلك يختلف التوقيت بين منطقة وأخرى. لذلك لجأ العلماء من أجل تنظيم الوقت إلى تقسيم الأرض إلى 24 حزمة ساعية. يزداد التوقيت ساعة واحدة كلما اتجهنا 15 درجة طول شرقا، وينقص التوقيت ساعة واحدة كلما اتجهنا 15 درجة طول غربا. الزمن الذي تحتاجه الأرض لتدور حول محورها 24 ساعة. عدد خطوط الطول التي تغطي الأرض 360 خط طول، 180 شرقي غرينتش و180 غربي غرينتش. عدد الخطوط التي تمر أمام الشمس لساعة واحدة هي 15 خط، ويطلق عليه اسم الحزمة الساعية، أي عدد خطوط الطول تقسيم عدد الحزم الساعية تساوي عدد الخطوط في كل حزمة، أي 360 تقسيم 24 يساوي 15. الزمن
الذي يحتاجه إليه الخط الواحد ليمر أمام الشمس؟ كل حزمة أي 15 خط تحتاج 60 دقيقة، وبالتالي 60 تقسيم عدد الخطوط في الحزمة 15 يساوي الوقت الذي يحتاجه كل خط ليمر أمام الشمس، أي 60 تقسيم 15 يساوي 4 دقائق. البلاد الواقعة ضمن حزمة ساعية واحدة لها التوقيت نفسه. لنكمل النتيجة التي توصلنا إليها، تقسم الأرض إلى 24 حزمة ساعية، وكل حزمة ساعية تمثل 15 خط طول. تحتاج الحزمة إلى ساعة كاملة للمرور أمام الشمس، وهذا يعني أن كل خط طول يحتاج إلى 4 دقائق للمرور أمام الشمس. مواقع متعددة ومواقيت مختلفة. مسابقة الأولمبياد أي ملتقى التميز والإبداع للشباب العالمي، أقيمت في مدينة تشانغ ماي بتايلاند. مسابقة الأولمبياد للروبوت العالمي واستمرت لمدة 3 أيام، وشارك فيها 400 فريق يمثلون 70 بلدا، وكان من بينهم 6 فرق مشاركة من بلدنا الحبيب سوريا. وبثت الفعالية بثا مباشرا على قناة التلفزيون الرسمية في تايلاند، وكان أهل الطلاب يترقبون الحدث بشغف من كل أنحاء العالم. ونظرا للاختلاف في التوقيت بين منطقة وأخرى على سطح الأرض، كان لابد من معرفة وقت البث كل بحسب بلده. قاعدة: لحساب فرق خطوط الطول بين منطقتين نتبع الآتي: ألف، إذا كانت المدينتان في الجهة نفسها بالنسبة لخط غرينتش نطرح خطوط الطول، ب، إذا كانتا المدينتان في الجهتين مختلفتين بالنسبة لخط غرينتش نجمع خطوط الطول. لحساب التوقيت في مدينة هونغ كونغ الواقعة على خط طول 114 شرقي غرينتش، نتبع الخطوط الآتية: ألف، نحسب فرق خطوط الطول بين مدينتين تشانغ ماي وهونغ كونغ، وهي 114 ناقص 99 يساوي 15 خط طول. نحسب فرق التوقيت بين المدينتين، وهو الزمن الذي يحتاج إليه 15 خط طول ليمر أمام الشمس. 15 ضرب 4 دقائق يساوي 60 دقيقة. نحول الناتج إلى ساعات، 60 دقيقة تقسيم 60 دقيقة يساوي ساعة. نحسب التوقيت في مدينة هونغ كونغ. مدينة هونغ كونغ تقع شرقي مدينة تشانغ ماي، فالتوقيت يزداد، لذلك نجري عملية الجمع وفق الآتي: 14 زائد 1 يساوي 15، أي تكون الساعة 3 بعد الظهر. والآن لنحسب التوقيت في مدينة أبوظبي الواقع على خط طول 54 شرقي غرينتش. فرق الخطوط بين المدينتين 99 ناقص 54 يساوي 45 خطا. فرق التوقيت بين المدينتين 45 ضرب 4 يساوي 180 دقيقة. نحول الناتج إلى ساعات، 180 تقسيم 60 يساوي 3 ساعات. نحسب التوقيت، مدينة أبوظبي تقع غربي تشانغ ماي، فالتوقيت ينقص عنها 3 ساعات، 14 ناقص 3 يساوي 11، أي الساعة تكون 11 صباحا. والآن لنحسب التوقيت في مدينة الرباط الواقع على خط طول 6 غربي غرينتش. جمع الخطوط بين المدينتين 99 زائد 6 يساوي 105 خط. فرق التوقيت بين المدينتين 105 ضرب 4 يساوي 420 دقيقة. نحول الناتج إلى ساعات، 420 دقيقة تقسيم 60 دقيقة يساوي 7 ساعات. نحسب التوقيت، مدينة الرباط تقع غربي تشانغ ماي، فالتوقيت ينقص عنها 7 ساعات،
14 ناقص 7 يساوي 7، أي الساعة تكون 7 صباحا. لنحل المسألة التالية: إذا علمت أن التوقيت في مدينة الرقة 10 صباحا، والتوقيت في مدينة تشانغ ماي 2 بعد الظهر، خط الطول الذي يمر من مدينة تشانغ ماي هو 99 شرقية غرينتش، فما هو خط الطول الذي يمر من مدينة الرقة؟ خط طول تشانغ ماي ناقص مجهول يساوي فرق التوقيت بين تشانغ ماي والرقة 4 ساعات، أي 60 خط. فتكون المعادلة كالتالي: 90 ناقص x يساوي 60. ننقل 60 إلى طرف 99 فتصبح كالآتي: x تساوي 99 ناقص 60 يساوي 39. وبالتالي فإن مدينة الرقة تقع على خط طول 39. يشكل القطبان الشمالي والجنوبي نقطتي التقاء خطوط الطول جميعها، لذلك ليس للقطبين منطقة زمنية رسمية. برأيك، ما المنطقة الزمنية التي يمكن أن تتبعها مراكز البحث الدولية العاملة في القطبين؟ الجواب هو: لا يوجد توقيت محدد لهذه المنطقة. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.